شاهدتموه في القناة لايك جميل مثلكم، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء، مرحبا بجمهور قناة أندرويد المهدي. اليوم سوف أريكم تطبيق جميل أستعمله شخصيا لمعرفة الأشخاص الذين يتصلون على شبكة الواي فاي الخاصة بي، والتي عندما أجدهم أقوم بقطع الأنترنت أو الواي فاي عليه ببرنامج آخر بطبيعة الحال، والذي سوف يكون موضوع خاص بفيديو قادم إن شاء الله. التطبيق الخاص بمعرفة الأشخاص الذين يشاركون الواي فاي الخاص بنا بدون إذن منا، بدون استحياء، هو برنامج فينك. طريقة تنزيل هذا التطبيق عن طريق الأب ستور أو البلاي ستور، كل ما عليكم هو الدخول إلى البلاي ستور وكتابة فينج سوف يطلع لكم بهذا الشكل، تقومون بفتحه وسوف تجدون هذه الواجهة. كيفية البحث عن الأشخاص الذين هم مشتركون داخل، هم متجسسون بطريقة أخرى أو يشاركوننا الواي فاي، هي سهلة، فقط النقر على ريشيرشي ديزاباري، هذه العلامة بالزرقاء التي تجد في الأعلى، عند الضغط عليها سوف يقوم التطبيق بالبحث على كل الهواتف والتابلت والأجهزة الكمبيوتر التي تأخذ واي فاي من الروتر الخاص بكم في هذا الوقت. في حالة دخول أشخاص آخرين سوف تقومون بالضغط على Actualize التي توجد في أعلى أقصى اليمين. كما ترون هنا لدينا 3 Peripheric Sur 5، ثلاثة Peripheric Sur 3 يعني Sur 5، يعني لدينا ثلاث أجهزة مرتبطة بهذا الواي فاي من خمس أجهزة سبق لها الارتباط بهذا الواي فاي. الأجهزة هي مثلا ماي مودم، أول جهاز ماي مودم أي الروتر الخاص بي، ثم التابلت الخاص بي، ثم الهاتف الثالث وهو هاتفي شخصي. باقي الهواتف الأخرى غير مرتبطة الآن هي هواتف أيضا خاصة بي. كما ترون إذا قمنا بعملية Actualize سوف يقوم ببحث من جديد 45-50-60% ثم إلى 100%، ثم سوف يقول لك هذه الأجهزة فقط هي الأجهزة الموجودة الخاصة بك. لذلك إذا أردت قطع، إذا وجدت مثلا جهاز آخر ليس من الأجهزة الخاصة بك، سوف تأخذ الماك أدرس الخاص به ثم تقوم بقطع الأنترنت عليه، وهكذا سوف تتمتع بأنترنت الخاصة بك بأكملها وليس بجزء منها، أي أن الأشخاص الذين يشتركون معك في الأنترنت سوف يأخذون العديد من البيانات الخاصة بك ويمكن لهم التجسس عليك. إذن أصدقائي هذا هو التطبيق، أتمنى أن يكون التطبيق مفيدا لكم. أنا شخصيا هو التطبيق الخاص بي، أقوم بفرمطة الجهاز مئات المرات، جميع الأجهزة التي قمت بشرائها دائما أضع عليها هذا التطبيق لأنه تطبيق مجاني ورائع ومفيد. هذا كل ما في الأمر، أتمنى أن يكون التطبيق مفيدا لكم أصدقائي الأعزاء. تحياتي لكم، أنا مهدي من قناة أندرويد مهدي، لا تنسونا من الاشتراك في القناة إن أعجبكم الفيديو وكان التطبيق مفيدا لكم، إعجاب بالقناة والسبسكرايب إن أعجبكم محتوى القناة بشكل عام. تحياتي لكم وإلى اللقاء.